وللحديث عن الإهمال الحكومي في مواجهة وباء كورونا والتبعات الصحية والسياسية على العراق ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي السيد نظير الكندوري. سيد نظير، بداية، كيف تقيم إجراءات الحكومة وتعاملها مع هذا الفيروس، فيروس كورونا؟ هل هي فعلا بمستوى الجائحة؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني ما يمكن أن يقال حول التعامل الحكومي العراقي مع هذه الجائحة أو الوباء، يعني ربما هو من البساطة والسذاجة ما لا يمكن الحديث عنه. يعني اليوم أنا قرأت كلام ل يعني أحد المسؤولين الصحيين في العراق، هو يتأمل بأن هذا الفيروس سوف ينحسر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فهو الآن يعلق آماله على ارتفاع درجات الحرارة دون الحديث عن ما هي الإجراءات الحقيقية التي يجب أن تقوم بها السلطات الصحية في محاولة السيطرة على هذا الوباء. لذلك يعني الحديث عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة هي من البساطة وقلة الحيلة، مما ينذر بأن ربما العراق هو الآن في طريقه ليكون بؤرة لهذا الوباء، وليس عكس ما تلقي البيانات الحكومية بأن هناك سيطرة على هذا الوباء وعدد الإصابات فيه. نعم سيد نظير، بالتوازي مع حديث الحكومة عن اهتمامها كما تدعي بالعراقيين في هذه الأزمة، كيف يمكن تفسير إحراق قوات مكافحة الشغب عددا من المحلات التجارية وسط مدينة الناصرية؟ كيف يمكن لحكومة أن تستهدف قوت المواطنين مع تدهور الواقع الاقتصادي في البلاد؟ نعم، هو هذا الذي يعني الجانب الآخر لموضوع انتشار الوباء، هو الجانب اليومي والحياتي للمواطنين، حيث أن الحكومة العراقية تفرض حظر تجوال على المواطنين وتمنع يعني الناس وبالأخص الكسبة منهم وذو الأجور اليومية من ممارسة أعمالهم لكي يعيشوا. أنا رأيت يعني كثير من مقاطع الفيديو التي ترفع على مواقع التواصل وتبين كيف هي معاناة الناس في تحصيل أرزاقهم. يعني الآن المواطن هو بين خيارين، إما أن يصاب بالفيروس وإما أن يموت جوعاً. وفي كلتا الحالتين الحكومة لا تقوم بدورها لا صحيا ولا توفير قوت اليوم لهذه العوائل. ومن ثم تضاف إلى هذه المعاناة للمواطن إنهم يستهدفون يعني الناس في أسباب رزقهم، وكذلك لا يتبرعون عن اغتيال الناشطين والناشطات من المتظاهرين، وكأنما وجدوها هذه الفترة هي فرصة لهم لزيادة سيطرتهم على الشعب العراقي ومحاولة تجاوزهم لموضوع التظاهرات التي اندلعت منذ 6 أشهر. نعم، ربما هذه النهاية لسؤالك أو لإجابتك تقودني إلى سؤال مما تفضلت بذكره سيد نظير. يعني بعد ما جرى في الناصرية الذي ترافق مع جريمة اغتيال الناشطة أم عباس، الناشطون كما تفضلت اتهموا الحكومة باستغلال أزمة كورونا لإحكام قبضتها الأمنية على البلاد وخنق ثورة تشرين. حسب اطلاعكم، ما هي حقيقة ما يجري على الأرض في العراق الآن؟ يعني نحن نثق ببيانات المتظاهرين التي أعلنت وبشكل صريح بأنها خففت من نشاطهم الاحتجاجي، كونها هي يعني كون هؤلاء الشباب ويعني الذين مشاركين في التظاهرات هم اكثر وعيا واكثر معرفه بخطوره هذا الوباء، وانه ينتشر في التجمعات، لذلك هم خففوا نشاطهم على امل ان يعودوا بهذا النشاط بعد ان يجتاز الشعب هذه الازمه. يعني بمعنى ان هذه التظاهرات هي باقيه، لكن من الجانب الحكومي ينظر اليها بانها فرصه لقمع هذه التظاهرات وطي صفحتها. ويعني بالفعل بدأ الآن السياسيين الممسكين بالسلطة يتصرفون دون مراعاة عامل التظاهرات الذي كان ضاغطا قبل يعني فترة على العملية السياسية. الآن نرى تشكيل الحكومة والمباحثات حولها بين مؤيد وبين رافض دون مراعاة ما كان يريد الشعب العراقي
حينما خرج إلى ساحات التظاهر للتعبير عن موقفه ورأيه بالعملية السياسية. نعم. هم الآن يحاولون تحجيم الدور الشعبي. نعم. أمام هذه الجائحة، ما مبرر استمرار فتح الحدود مع إيران وقد تحولت لبؤرة وباء كورونا في الشرق الأوسط؟ يعني هذه المصيبة الكبرى. أنا لا أقول ما المبرر لفتح الحدود، إنما ما هو المبرر لاستقبال شخصية مثل إسماعيل قاآني قبل أيام. نعم. جاء هو والوفد المرافق له إلى العراق ليلتقي بقادة الميليشيات وقادة الأحزاب ويتباحث معهم حول يعني تشكيل الحكومة. أنا فقط أقول يعني هذا الوباء الذي فتك بكثير من السياسيين الإيرانيين، هل قاآني بعيدا عنه هو والوفد الذي جاء منه، أم أنه يعني لا يقربه هذا الفيروس؟ وبالتالي يعني إذا كان هناك علاقات يعني على المستوى السياسي بين زيارات وذهاب وعودة، فما بالك بالمواطنين؟ الحدود الآن مفتوحة والفيديوهات يعني تنشر كيف أن سيارات الإيرانيين تدخل إلى العراق وتذهب إلى الأماكن المقدسة في هذه الزيارة المرتقبة، الزيارة الشعبانية، بدون مراعاة لأي يعني وضع حجر صحي ولا موضوع تدابير صحية حول هذا. نعم. سيد نظير، يعني مع حقيقة حديث الحكومة عن إعدادها خططا لتلافي أثار الوباء على الشرائح الفقيرة بالمجتمع، هل الأمور في العراق باعتقادك، هل الأوضاع هناك تساعد فعلا بتحقيق ذلك، أم أن يعني ما تدعيه أو تطرحه السلطات الحكومية هو محض كلام في الهواء لا أكثر؟ أنا أعتقد هو وجهة النظر الثانية هي الأصح، هي فقط للاستهلاك المحلي والإعلامي ومحاولة تخدير الناس بأن هناك حلول لمشاكل هؤلاء الناس ذوي الدخل المحدود. أخي كريم، يعني الفساد لم يترك شيء، وحتى في مصائد الناس الفساد مستشري. قبل أيام ذكر تقرير حول الفساد الذي موجود في عملية استئجار الفنادق لإيواء المصابين بالفيروس أو الذين يشك بأمرهم بأنهم مصابين بالفيروس. هناك عملية سرقات يعني عديدة وفساد كبيرة لاستنزاف هذه الأموال. نعم. وكذلك الحال في كل الجوانب، فما بالك يعني بهذه العوائل الفقيرة؟ كيف سيتم تحصيل يعني أموال تكفي لقوت يوم هؤلاء العوائل الذين يمنعون الآن من العمل والتسبب لأرزاقهم؟ نعم. فالمسألة هي مسألة يعني إعلامية أكثر ما هي حقيقة على يعني نعم. أرض الواقع. أخيرا أستاذ نظير، يعني منظمة الصحة العالمية قالت إن الوضع الصحي على مستوى العراق غير مقبول في وقت تؤكد فيها الكوادر الصحية في المثنى أنها لا تمتلك الكمامات أو البدلات اللازمة. أمام هذه التصريحات، إلى أي مدى ساهم الفساد الحكومي باعتقادك؟ ساهم في وقوع العراق بمصيدة هذا الوباء مع دمار بنية مؤسساته الصحية؟ يعني أنا فقط أريد أن يعني أعطيك مقارنة ما بين العراق وما بين أبسط دولة ناهيك عن الدول الكبرى. نعم. الآن هناك دول أوروبية كبرى ذات اقتصاديات عظيمة لا تقارن باقتصادية العراق. الآن أعلنت عن أنها ليست لديها سيطرة على الوباء، والوباء يستشري في بلدانها، فكيف بالحال يعني في بلد يعاني كالعراق، يعاني من أزمات اقتصادية وفساد مستشري، سيكون بعيد عن هذا الوباء؟ بالتأكيد يعني هو العراق داخل في مشكلة كبيرة، ولكن لا يتم الإعلان عن ذلك. هذا ما فضحته وكالة رويترز قبل يومين، نشرت خبر نقلا عن أطباء عراقيين ومسؤولين عراقيين قالوا أن أعداد الإصابات تصل ربما إلى 9,000 إصابة، ناهيك عن عدد الوفيات، بينما وزير الصحة يعلن بأن عدد الإصابات لم يصل إلى 1,000 إصابة، وهذا كذب بواح ودليل على أنهم لا يتعاملون بشفافية لا مع شعبهم ولا مع العالم. وبذلك نحن يعني ربما على أعتاب دخول في هاوية كبيرة وكارثة كبيرة بسبب هذا الوباء لا يعني ينجينا منها إلا لطف رب العالمين. لذلك يعني هذا النظام هو دون المستوى للتعامل مع مثل هكذا وباء بهذه العظمة والحجم.
الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.